السلام عليكم، معكم الشيف صلاح البطني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة، وصفة ريجيم اللي هي سلطة إيطالية. حبيت اليوم نشارك معكم هذه الوصفة باش تستفادوا منها. خلينا نمر لطريقة التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفة. عندي هنا أطراف من صدر الدجاج، قطعتها أطراف صغار، دي صغار كما كنتم تشوفوا. عندي هنا أيضا حبة بطاطا، قطعتها أطراف صغار. عندي المايس، عندي الفرماج روج، عندي الخبز هذا المديزوسي. اذا مش موجود هذا الخبز ممكن تستعملوا الخبز نتاع البيت عادي. وايضا بطبيعه الحال عندي التتبيله اللي راح ندير بها السلطه، اللي فيها المايونيز، فيها الخل، فيها الفلفل الاسود، فيها الملح. المهم دوكا واش راح ندير، نمر معكم مرحله تحضير هذا السلطه. اول حاجه واش راح ندير، عندي هنا البطاطا واللحم، لازم نقليهم، حاولوا ما تحرقوهمش وما تضيفوا لهم حتى اضافه. الملح نضيف شويه ملح للبطاطا، نضيف ايضا شويه ملح للحم تاعي باش ما يجونيش مسوسين. نطيبهم ونرجع لكم ونكمل معكم الوصفه تاع نهار اليوم. لهنا ايضا نسيت حاجه، ايضا نحتاج السلطه، هذه راهي بطبيعه الحال ولكن ما نحتاج كميه كبيره بالبزاف، هذه راهي بزاف. كما قلت لكم نطيب البطاطا تاعي واللحم ونكمل معكم. من جهه اخرى نجيبوا الخبز هذا وراح نقطعه الى مربعات كما قطعت البطاطا بهذا الشكل، وراح نقليهم. انا هذو دوكا راح نقليهم بعد ما نكمل نقلي اللحم تاعي ونقلي البطاطا، ايضا حتى هما راح نقليهم. طريقه سهله جد بسيطه. واذا موش موجود هذا الخبز عندكم ديروا الخبز العادي، وانا ننصحكم بهذا الخبز بزاف الفطور، بزاف بزاف مليح. هذه هي دوكا، شوفوا كيفاش الاسم تاعو والامبلاج تاعو. نقليه ونرجع لك. الخبز تاعي راني قليته كما راكم تشوفوا، خذا هذا اللون. ايضا البطاطا والدجاج تاعي راهم طايبين. لهنا انا حضرت صوص المايونيز، واش راح ندير، ايضا هذا راح نحاول نقطعه الى اطراف صغيره كاريات. بعد ما قطعت الفرماج كاريات دوكا واش راح ندير، نجيبو الصحن اللي راح نقدم فيه هذه السلطه ونبدا. يعني كما قلت لكم حاولوا قدر المستطاع انكم السلطه تاعكم تغسلوها وتقطروها. نبدا نحط ورقات نتاع السلطه، ممكن نضيفوهم بهذا الشكل. مهم حاولوا تدوروها على الصحن كامل. انا هنا السلطه تاعي راني ما قطرتهاش من قبل بهذا الشكل، يعني غير فرشوا شوية سلطة خلاص، الباقي نحطه على جهة أخرى. من بعد واش ندير، بين الطبقات دائما ندير المايونيز بهذا الشكل. لهنا واش راح ندير، نحط البطاطا بسم الله، يعني عشوائيا بهذا الشكل. هذه السلطه راهي مجربه من قبل ومليحه بالبزاف، جربوها ورجعوا لي بالخبر. يعني طبق تاع ريجيم الناس اللي حابه دير ريجيم وطلبتوا مني بزاف هاد الوصفات. لهنا واش نزيد ندير، ندير شويه مايونيز كالعاده فوق البطاطا، ما تكثروش بزاف لانه كما نعرفوا ناس بزاف راح يقولوا لي فيها البطاطا وفيها المايونيز ماهمش ريجيم ولكن سلطه. المهم انا هذه الوصفه هذه راهي سلطه طلبتوها مني شحال من مره، بغيت انواع تاع السلطات. يعني الناس اللي ما يحبوش العجائن ولا يخدموا حاجه كيما هذه، المهم ينقصوا شويه، هي ما فيهاش العجائن. لهنا ندير شويه نتاع المايس، شوفوا الشكل تاعها راهو جد جد راقي كما قلت لكم. ودائما بين طبقه وطبقه ديروا المايونيز. ولهنا دوكا راح نديروا الدجاج تاعنا، ايضا الدجاج راح يزيد يضيف لها نكهه خاصه. نضيفوا لهنا ايضا الخبز،
هبلوا الخبز تحطوه بطريقة تنظموه شوية باش يعطيها شكل راقي. يعني نقدروا نقولوا وجبة متكاملة وفي نفس الوقت صحية، يعني ما فيهاش العجائن وما فيهاش الناس اللي تهرب من العجائن. تقدروا تحضروا هذه الوصفة. نزيد ندير شوية مايونيز، وفي الأخير نحط فرماج روج. من الأحسن يكون روج، ما ديروش شيدار ولا ديروا الفرماج تاع لي بورسيون، ايضا راح يضيف لها نكهه خاصه. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. نزيد لها التتبيله في الاخر، ندير لها شويه مايونيز. وراح نعطيكم لكم التتبيله واش راح ندير فيها. بالنسبه للتتبيله نديروا المايونيز، وايضا نضيف لها الخل، يعني باش نزيد نجريها شويه. الخل هو اللي راح يخليها تجي سائله. كما نعرفوا المايونيز راهي فيها الزيت. لهنا انا ما عنديش الفلفل الاسود، لازم ديروا الفلفل الاسود. ممكن ايضا تضيفوا الثوم، انا الثوم ما نحبهاش لانه هذا الطبق راح ناكله انا وحدي. لهنا كما راكم تشوفوا هذه هي الصلصة، أيضا ضيفوا فيها القارص. أول حاجة ديروا المايونيز، ضيفوا لها الخل، فلفل أسود، شوية نتاع الملح. فلفل الأسود كما قلت لكم أنا راهو ما عنديش، هذه هي، وضيفوها على السلطة نتاعكم بهذا الشكل. تجي بزاف 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 بنينة. ننصحكم بهذه الوصفة، على بالي راح تعجبكم، وطبق بزاف مليح. هذه هي، هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. اذا الوصفه تاعنا راهي حاضره معنا اليوم في صحن تقديم، وصفه صحيه ومتكامله 100%. نقدروا ناكلوها بالخبز ممكن، او ناكلوها يعني وحدها للناس اللي حابه دير ريجيم. كما قلت لكم ما فيهاش يعني ما فيهاش العجائن. هذه هي، نتمنى تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع نهار اليوم اللي هي سلطه ايطاليه. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو. اذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. انا بدوري راح نخلي لكم روابط مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيا في صندوق الوصف، ايضا مع المقادير المضبوطه. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر.